أهلا ومرحبا بكم معنا من داخل ملعب شيخ بويتية هنا في إطار مباريات الجولة العشرين من من تاريخ لقاءاتهما على مستوى كرة القدم الوطنية كرة الصل المحاولة بعد ذلك هنا التسديد والمحاولة في صالح فريق الشرطه كباب ديوف الى سيني ماني الى جابيره عوده بعد ذلك الى سيني يرفع كره طويله نحو الامام في اتجاه مهاجم بويلي الخطيره في قادم المحطات ترفع من جانب الحبوس راسيا يتابع كره القدم الموريتانيه هنا المحاوله هنا التاكيد الى ركله مرمى إذن وفي هذه اللحظات سيداتي سادتي انساتي بعض الفرص التي لم يكتب لها النجاح خاصه من جانب فريق الشرطه وظهور الذي لم يكن منتظر من جانب فريق الكونكورد في شوط المباراه الاول شوط ثاني اذا ينطلق بفرصه خطر لفريق الكونكورد ولكن طاوس عبد الله العبوس عبد الله العبوس هنا المحاوله هنا المحاوله هنا انطلاقه هنا الاول الشرطه بالواجبات الدفاعية ترفع كرة أمامية براسية خطرة الله على الكرة الحسين الحسين يحاول عرضية الحسين راسية أوه. يعني العنوان من عنوان من سنشاهد بعد هذه الركلة طالت الكرة إلى ركلة مرمى في الأخير باتت الكرة هنا المحاولة، هنا المحاولة، هنا الانطلاقة، التسديدة القوية بعيدة 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 في جيب الكونكورد و14 نقطة في جيب نادي الشرطة، وفي الفعل سيداتي سادتي انساتي يعني حكم المباراة يشير إلى نهاية المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقان في هذه المواجهة التي تلعب عن الجول العشرين